اليوم مبارك وكل عام وانتم بخير. نتمنى ان شاء الله للشعب الجزائري ايام سعيده ان شاء الله، وبارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا ولكم ولاخواننا المسلمين جميعا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم المؤمنين كافه يا ربي، وتقبل منا واهدينا يا ربي وفقنا للعمل الصالح. بس سعيدا تقدم باحر التهاني لكل المسلمين والمسلمات، واتقدم لكل المسلمين ان شاء الله بالمغفره والرحمه، وبارك الله فيكم وان شاء الله عيد سعيد، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير، وشكرا ان شاء الله على المجيء تاعكم. صحة عيدكم، كل عام والامه الجزائريه والامه الاسلاميه بخير. اللهم يا ربي انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربي احفظ هذا البلد، اللهم يا ربي احفظ هذا البلد، اللهم يا ربي احفظ هذا البلد، اللهم يا ربي يا ربي واصلح ولاة امورنا. بمناسبة عيد الفطر نسأل الله لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولكافة الشعب الجزائري وشعوب الأمة الإسلامية المغفرة، نسأل لهم من الله المغفرة والعفو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بحق هذا اليوم المبارك نسأل الله لنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في كامل بقاع الأرض الطيبة المسلمة العفو، العفو والمغفرة. اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، غفر الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم، وصح عيدكم، ونتمنى الخير للجزائر عموما المسلمين. وحنا جينا هنا للمقبرة نترحموا على الاموات تاعنا، هما السابقون ونحن اللاحقون. كل عام وانتم بخير، وكل الشعب الجزائري جينا لمقبره هواره نترحموا على الموتى، على الاب تاعي والام الله يرحم الموسى عليهم. وهذه هي العاده تاعنا